السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زيادة جديدة بأسعار البن في الأسواق بسبب الارتفاع العالمي. قال حسن فوزي رئيس شعبة البن بغرفة القاهرة التجارية المصراوي أن أسعار البن ارتفعت بالأسواق خلال الفترة الماضية نتيجة الزيادة العالمية. وبحسب بيانات وكالة بلومبورج، قفز سعر بن روبوستا النوع المستخدم في المشروبات سريعة الذوبان إلى أعلى مستوى له في 4 سنوات. وقفزت العقود الآجلة للبن بنحو 60% في لندن العام الجاري بسبب الضرر الذي ألحقه الطقس السيء بالمحاصيل. وأضاف رئيس الشعبة أن سعر كيلو البن السادة ارتفع إلى ما بين 116 جنيه و 120 جنيه مقابل سعر يتراوح من 92 جنيه لمئة جنيه، كما ارتفع سعر كيلو البن المحوج ما بين 148 و 160 جنيه مقابل 120 و 132 جنيه قبل الزيادة. وتوقع رئيس الشعبة مزيد من الارتفاع في الأسعار خلال الفترة المقبلة بسبب عدم الاستقرار الأسعار بالبورصات العالمية. وقالت وكالة بلومبورج أن شركة نستيلا المالكة للعلامة التجارية نسكافيه أخبرت المستثمرين المحليين الأسبوع الماضي أن تكلفة القهوة سترتفع العام المقبل مع زيادة تكاليف المدخلات. وكانت أسعار البن ارتفعت إلى 10% في السوق المحلي خلال شهر يونيو الماضي نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية وفقا لقول فوزي سابقا. وبحسب فوزي تستورد مصر استهلاكها من البن من الخارج بنسبة 100% ومن العديد من الدول مثل البرازيل وأندونيسيا وفيتنام والهند وكولومبيا. دمتم في رعاية الله وأمني، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.